بنتابع لقاءاتنا نحن وياكم عبر تطبيق زوم هالمرة مع المعالج النفسي ريتا أسمر بريدي اللي اشتقنا لطلتها على شاشة الأو تي في من خلال برنامجنا يوم جديد. ريتا صباح الخير. صباح النور، وأنا اشتقت لكم إليه. أهلا وسهلا فيك ريتا. يعني مواضيع كتيرة عم نعيشها بهالفترة، علما أنه بتحسي يعني هيك في رضا عند أغلبية الناس. بركي الصيف بيفرض حاله، الأجواء، العطلة، نهاية العام الدراسي والجامعي، مع أنه وضعنا الاقتصادي هو ذاته، بس في حالات عم بتبين أكثر وأكثر منا الوسواس القهري، يعني على أبسط الأمور. ما بعرف إذا ستريس بشكل عام ولا هي مشكلة نفسية، بتختلف من شخص لشخص. أوقات بتحسيها عم تتزايد، عم تتطور بالوقت اللي بتشوفي هيدا الشخص. إذا بتطلع فيه من بعيد ومن الخارج بتقولي إنه سليم 100%. صحيح. هو اكيد في الستريس مثل ما ذكرت، هو عامل من العوامل اللي بيحرك هالOCD اكثر، اللي بيخليه يمكن يوصل لمرحله بالابوجيه، بس مش هو بس السبب. اكيد عندنا الشخصيه بحد ذاتها هيدي بالاول، في كثير شخصيات بتكون هي عندها هيدا الوسواس بحياتها اليوميه، ايام ما بتشكل اذا بدك ازعاج، وقيم بس توصل للباثولوجي إذا بدنا نقول، هون بتشكل إزعاج بالأول للشخص وأكيد للمحيط القريب، يعني خاصة المحيط القريب يلي بيشتغلوا معه يا عائلته، هون هن اللي بيكونوا عم بيعانوا أكتر شيء. وبأغلبية الأحوال بتكون الاستشارة، يعني لأنه المحيط بيكون عم بيقول له أنه لا، لازم تلاقي حل، لأنه صعب تكون عم بتعيش مع شخص عنده هيدا الوسواس، لأنه تعطي قد ما بتقدر، اخر شيء يمكن الشخص اللي معه يوصل لديبرشن لانه جرب يساعده، واذا هو منه عارف انه يمكن هو بحاجه لمعالجه معينه، ان كان بالدواء او ان كان بالعلاج النفسي، فبيوقف لان باس، يعني بصير منه قادر يساعده بغير طريقه، كل يوم عم بكرر السبار، كل يوم عم بجرب يكون سند له بس ما عم يقدر يوصل لحل. طيب ريتا، أعطينا هيك أمثلة سريعة عن الوسواس القهري للناس تعرف شو هو هيدا المرض النفسي، شو هي هيدي الحالة، لأن ما بدنا نفوت بكل حالة بحالتها، لأن هو العلاج لازم يكون شامل لكل أنواع الوسواس القصري، صح؟ هلأ هو أكيد في، بس يصير عنا بمرحلة متقدمة يستحسن أكيد نكون عم نتابع مع بسيكياتر أو مع الطبيب حتى هو يكون عم يعطينا العلاج المناسب. وأكيد العلاج النفسي هو أن باراليل، يعني كتير منيح إذا بنكون عم نقدر نعملهم مع بعضهم. بهالطريقة منغير طريقة التفكير اللي هي بتغير لطريقة التصرف، يعني هو الاثنين كثير متصلين ببعضهم. هلا اذا اغلبيه العالم صارت تعرف اكيد وسواس النظافه وسواس الترتيب، يعني عم نجرب نقولهم هيك بطريقه شوي مبسطه، وفي الوسواس اللي بيكون بالافكار، يعني فكره معينه بتعلق وبتصير تزعجنا كثير ومنبطل نعرف كيف نتحداها. وهلا مؤخرا كثير عم نشوف عند الاولاد هيدا الموضوع، يعني يمكن طبعا هو كان موجود بس هلا صار موجود اكثر، لانه التريجرز او اذا بدك الاسباب اللي بتحركه صارت موجودة أكتر. عم نشوف عند الأشخاص، عند الأولاد اللي عمرهم 8 وطلوع، يعني 13 14 10، عم نشوف أكتر شيء الوسواس اللي هو بيجي بالأفكار، يعني أفكار معينة ما بتشبههم، أفكار كتير بتزعجهم. وأنا اليوم حبيت دور على الموضوع لما يوصلوا لمطرح يكونوا كمان هنا ديبرست، يعني يمرقوا بالكآبة، لأنه إذا يمكن الأهل ما كانوا عارفين أنه فعلا هيدي حالة لازم تكون، لازم تتطلب علاج معين أو متابعة نفسية معينة، فيهم الأولاد ما يعرفوا يطلعوا منها وحدهم، وأكيد الأهل قد ما بيقدروا رح يساعدون بس ما عندهم العلاج. فما بدنا نبسط الأشياء، بس بذات الوقت بس نلاقي هالعوارض دغري نكون عم نستشير تنعرف شو نعمل. كل ما كنا عم نعالج بأول فترة من الـ OCD، كل ما نحن فعلا قدرنا تخطيناها بطريقة أسرع، وعياديا نحن كتير منشوفها مع الأولاد قد أسرع تتخطى هيدا الموضوع، ما نتركهم تيمرق فترة كتير طويلة، تما هن كمان يكونوا متضايقين لأنه في عنا عوارض بخف الأكل،
اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالاكل، اضطرابات حتى بالمدرسه بالاكتيفيتيز اللي هن بيعملوها، ببطلوا يحبوا يظهروا. دونك عندنا بصير بمرحله اذا بدك كثير قريبه للديبرشن، ونحن ما بدنا نوصل للديبرسيون من وراء الاو سي دي. فكل ما كنا على بكير عم نستلحق الامور كل ما اكيد احسن واسرع. نعم ريتا، في مدام مادلين طلبت مني اسألك. ابنها عمره حوالي بتقولي 7 سنين تقريبا، بيكون بفترة الدراسة عم بتقول، خلص درسه، والدته عم تشرف عليه، بضل يقول لها انه في شيء نسيته، في شيء نسيته، اقول لك انا عملت، انا زبطت، انا حفظت مزبوط، بيرجع بيتاكد مثل ما عم بتقول مادلين، بيلاقي كل شيء انه كامل تا يرتاح. هيدا ضمن الوسواس القهري. هون عندنا هيدا التري، هيدا اذا بدك الزحف الشخصيه اللي هو ميل للبرفكسيونيزم، اكيد ميل انه يكون كل شيء هالقد بارفي، بس نعم بذات الوقت عنده التاكد. لانه انت اها بتعرف اللي في اشخاص يمكن يسكروا السياره كذا مره يرجعوا ينزلوا يتاكدوا انه تسكرت. دونك هيدا ضمن التاكد انه انا ارجع اكرر تاكدي حتى ارتاح. هيدا اكيد لازم، هيدي سريعة بس فيها تكون عم تتابع أكيد، أو حتى الأهل يعني بنكون نحن بالجيدانس اللي بنعملها بنساعدهم تهن يساعدوا الولد. يعني إذا كانت المرحلة مش متطورة أو مش معممة على كل شيء، إذا بس للدرس ثقته بنفسه كمان هون بنرجع بنشوفها، يعني بنحطها اون كيستيون. دونك في كذا فاكتور بنشوف إذا الأهل عندهم إياها حتى، يعني إذا بالتصرف الأهل عندهم إياها بلا نعم ما يعرفوا بلا ما يحسوا. دونك هون كمان مهم إنه نشوف العائلة ونشوف شو الباترنز أو الأشياء الموجودة بقلب العائلة، حتى الولد يمكن يكون عم بقلدها بلا ما يعرف. بس هيدي إذا كفت ممكن تتعمم على كذا شيء، وممكن أنه تضلها ضمن الدراسة أو ضمن الشغل، بس بدها تزعجه أكيد لأنه رح تضيع له من الوقت، دون شك أنه رح تضيع له من الوقت. طيب ريتا أسمر بريدي، كمعالجة نفسية حكينا عن الحالة بشكل عام، ويمكن الوسواس القهري صار يمكن معروف من قبل كتار من الأشخاص، بس اللي بيفاجئ أنه بلقاءات أكثر شيئا يعني اللقاءات الفنية أو الناس اللي معروف اللي بيصادفون بالبرامج، لما بيسألون بيقولوا أنه إيه عندهم حالات معينة. طيب ليه ما منروح للعلاج؟ وهل ممكن إنسان يعني يتخطى 40 50 60 وعم بتعبه هيدي الحالة يقدر يتخلص منها إذا أخذ العلاج؟ وقدمهم يعني الولد إذا عنده يعني أي نوع من الوسواس القهري عبكير، لأن ممكن تأثر على شخصيته، ممكن تأثر على مستقبله، ممكن تأثر على اتخاذه لقرارات مهمة ومفصلية بحياته. حيش تطلع وتنزل بالصورة يا لحظة يا بس ريتا، سوري زيغو عيوني طالع عم بلحقك هيدا انا. هيدا ما خصني اوكي في ال كنت عم تسمعي البث سؤالي اللي ريتا؟ عندي، فهو هو اللي عم بيكون بسيطة حوالينا بسيطة. وينه؟ هلا بقرب بطاطا لها كثير يلا خلينا بحب نقول له دنيا. هاي، خلينا نقول له هاي. منيح هلا نزل خليه تحت نقدر اوكي نكفي صباح اوكي الخير. فكنا انتبهتي عم على نحكي سؤالي؟ انا وبيبي ما تعتلهم، كنت عم جرب ركز على الميلتين. دماغ الولد طبعا بنقدر نحن نعدل فيه اكثر من الدماغ الادولت، يعني كل ما كبر الشخص كل ما ترسخت هالامور اكثر عنده. دماغ الولد اسرع نحن نكون عم نغير اذا بدك الاشياء اللي هن معودين عليها واللي شايفينها وعم يتبعوها، مشان هيك اسرع. وهيدا بنشوفها كثير بالعياده، يعني بنلاحظ الولد قد ايه بيتقدم اسرع بهيدا الكيس. هلا طبعا كل ما كانت الحاله مثل ما قلنا بحاجه يمكن لانترفنسيون بالدواء، بحاجه لادويه، كل ما كان ضروري يكون عم ينعمل هيدا الشيء لتخفف العوارض
لانه بوقتها بس يخفوا العوارض الشخص قادر يعمل العلاج نفسه، انما اذا العوارض كانوا هالقد عاليين شخص منه قادر يكون عم يسمع المعالج اصلا، يعني حتى لانه بيكون خلص غرقان بالحاله اللي هو فيها، غرقان بالعوارض وهالقد منه شايف افق. يعني هون اذا قلنا بمرحله متقدمه نعم. وبمرحله صار في كآبه من وراء الموضوع، فاكيد كل ما كان عم ننتبه. وهلا الحمد لله يعني الاهل صايرين عم ينتبهوا كثير انه اذا في شيء غلط يعني بتفكير الاولاد، خاصه الي بدي اذكر انه يمكن من وراء تيك توك، من وراء اشياء عم بشوفوها عم بتخلي دماغ الولد يكون اكسبوز لاشياء هو منه معود عليها، ما بتشبهه. في اولاد بيقولوا لي نحن بنعرف انه هيدا منه دم، ونحن بنعرف انه ما لازم نخاف، بس بذات الوقت كثير عم بتضايقنا الصوره، في عنف بصوره معينه، شو ما كان يعني شو ما كان الداتا الموجوده بدنا نكون عم ننتبه عليها، لانه فيها تحط افكار براس الولد. يعني بنلاحظ ايام الاولاد بيقولوا لنا نحن بنحب بينا وامنا كثير، بس الافكار عم تجي ضد هيدا الموضوع. نحن بنحب نصلي بس الافكار عم تقلنا ما نصلي. ليك قد ايه الولد عم بيعيش كولبابيليتي، قد ايه عم بيعيش ذنب. فاول شيء بالعلاج اللي بنعمله انه نشيل هيدا الذنب، انه هو الافكار مفروض عليك، يعني مش انت نقيتهم ولا بيشبهوك. بس نشيل الذنب يعني صدقني بنقطع تقريبا 30 ل 40% من العلاج، بيرتاح الولد كثير وبيعرف انه مش ذنبه هيدا الموضوع. مشان هيك كمان بدي اقول انه التربيه ما تكون هالقد سيفير وما فيها حوار، هالقد صارمه وما فيها حوار، هيدا بيعزز كمان يصير عندنا افكار منا منيحه ما بتشبهنا، لانه يمكن نحن بحاجه نكون عم نظهر شوي خليني اقول يمكن الانغلاق، او من الافكار اللي زارعينها اللي هالقد ممنوعات فيها نعم قويه، فنعرف نعم شو نعمل ونعرف كيف نحكيهم. طيب، إذا بدك تتركي هيك نصيحة للأهالي، طالما يعني هيك فتنا بخصوصية الولد، وللكبار كنت سألتك إذا الكبار بفيدهم العلاج بعد ما تقدموا إلى سنين بالعمر، بيقدروا يتخلصوا من هالحالة؟ لأن ممكن أكيد تخلق لهم أكيد مشاكل زوجية أو بين طبعا العيلة أو بين الأفراد. طبعا، مشان هيك ما نهمل ابدا الحاله النفسيه، المنتل هيلث او الصحه النفسيه هي اهم حتى من صحه جسدنا قد ما بتاثر عليها، يعني اثنيناتهم بيكملوا بعضهم. في ايام عوارض بتصير بسيكوسوماتيك، يعني بجسمنا ببلش يقلنا انه ستوب، لازم تكونوا انتم عم تعالجوني وعم بتعالجوا الدماغ اللي هو عم بيسبب هالقصص. لو تطورت الحاله المهم انه نحن نكون عم نستشير، اذا تطورت كده طبعا البسيكياتر او الطبيب اللي لازم اكيد نكون عم نتابع معه تيوطي لنا العوارض، ونقدر بعدين نكون عم نعالج مع يعني بالعلاج النفسي، ونكون عم نغير هالأفكار اللي نحن حاطينهم براسنا. عم نقدر وطبعا بنقدر، المهم نآمن بهيدا الشيء، ساعتها كله أكيد بيصير مطروح وبينشغل عليه. طبعا هو منه شيء كتير هين، بس بينشغل عليه وبيطلع منه الشخص وبيقدر يرجع يكون عم بكفي حياته بشكل خلينا نقول هو مريح على القليلة. نعم، ريتا أسمر بريدي المعالجة النفسية، شكرا لك، زينتي صبحيتنا اليوم ميرسي الأحد، على أمل نرجع ميرسي نشوفك إلي. معنا بالاستوديو، سلام بعرف يمكن المسافات سلام. وهلا أيام صيفية، ابنك شو وضعه هلا؟ كله منيح منيح ماشي حاله؟ حدنا؟ ماشي حال. حديك؟ لا لا أوكي، طيب سلمين لك كثير عليون، وشكرا يسلمكم، ميرسي لإصالتك إلي، معنا، أهلا وسهلا فيك ريتا. ميرسي ميرسي إلي. يعطيك ألف عافية. انتو مشاهدينا لهون بينتهي لقائنا معكم، بتمنى تكونوا هيك استمتعتوا، استفدتوا، تسليتوا، رجعتوا لنفسيتكم الجوانية، لروحانيتكم، رجعتوا لكمان صحتكم الجسدية مع ميرنا والصحة النفسية. يعني اليوم حكينا صحة روحية مع بير أجابيوس، حكينا صحة جسدية مع ميرنا الفتى، وحكينا صحة نفسية مع ريتا أسمر بريدي. بتمنى لكم نهار أحد حلو، بداية أسبوع موفقة بعد عطلة 4 5 أيام حلوين، ما بيشكو من شيء أبدا أبدا أبدا. بكرة موعدنا 8:30 صباحا من يوم جديد على شاشة الأو تي في، بلتقى فيكم أنا إلي حوشان وزميلتي بلانش حداد. قبل ما ودعكم أترككم مع قديس نهار الأحد
الإلهي وإلكم أحد مبارك. لابد من أني أشكر شباب وصبايا بنتعاون نحن وياهم لنطل عليكم قد ما كان الوقت، 3 ساعات، ساعتين، ساعة ونص ساعة، دايما في أشخاص هن بمكانهم عم بيعطوا أفضل ما عندهم حتى نطل عليكم بهيدي الصورة. بداية بدي أقول ثانك يو لزياد بوعزي سي جي، مايكل حداد في تي آر، حسين سرحان ساوند، أنتوني أحمر إرسال، جوليان سعد مالتي ميديا، جوزيف هاشم تكنيك، رامز أبو شديد مانتوننس، وأكيد أحلى صبيتين معي لليوم سهاد بدي أقول لك يعطيك العافية كانت معنا عبر الإخراج، وسيلين خوري المهضوم اللي عم تتغشغش حد سعاد البروديوسر لليوم. بدي أقول لكم بون ديماش، يعطيكم ألف عافية، وأنا بحبكم كتير. شو سوسو؟ لا خلص بسمع الزلغوطة عاد أنت. يلا بحبكم كتير، باي باي كل أحد وانتم بخير. ما تغاري سهاد، القصة الكبيرة لإلك.